لنحكي مع دكتورة ليلى عن ستارت اب ويكند. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك. ثانك دايما يو. عزيز حضورك دايما علينا. ميرسي. ستارت اب ويكند تنظيم جامعة بيروت العربي بالشمال هالمرة، أو واحدة من الإديشن هي بالشمال. خبرينا شوي عن الإيفنت، إمتى وشو هو بالتحديد إنه يكون عندنا ستارت اب ويكند؟ ستارت اب ويك اند هي كومبيتيشن لكوفمان فاونديشن يلي بتهتم بشؤون الشباب وتشجيعهم على مبدا رياده الاعمال. نعم. يعني لحثهم على انشاء عمل حر خاص ولو كان صغير وبعدين بيكبر، هذا هو مبدا التشجيع. فمن ضمن نشاطاتهم هي ستارت اب ويك اند. نعم. هي كومبيتيشن بتجمع شباب باربع كاتيجوريز، يعني اربع فئات. يمكن شباب عندهم افكار بس ما بيعرفوا كيف يطبقوها، ديفلوبر يلي هن بيعرفوا يطبقوا افكار بس ما عندهم افكار، ديزاينر بيعملوا لهم لوجو وديزاينات للفكره او للمشروع، وبزنس موديل يلي هو بيدرس لهم السوق وبيعمل لهم دراسه جدوى للسوق. فهالاربع فئات هن مألفين من شباب طلاب مدارس وجامعات، مش بس جامعات. اغلبيه اصحاب الافكار يعني الفئه الاولى هن شباب وطلاب المدارس، والباقيين يلي هن تكنيكال بنسميهم ديفلوبر وديزاينر وبزنس موديل، هن عاده بيكونوا من طلاب الجامعات يلي يمكن يكونوا من الانجينيرينج، يعني من كليات الهندسه، من كليات اداره الاعمال، من كليات العماره، من كليات الديزاين. هول كلهم بيجتمعوا سوا بجمعه سبت احد اللي هي 54 ساعه. الجمعه بيطلعوا اصحاب الافكار الفئه الاولى بيقدموا فكرتهم ب 30 ثانيه بيتشنج، بس بيقول فكرته بس ما بيعرف كيف بده يسويها. مجرد ما تخلص البيتشنج تبعية الافكار بصير في عنا تصويت على الافكار من قبل الاودينس. هدول الاودينس موجودين معهم كمان التكنيكال اللي هن الفئات الثلاثه الباقيين. الاودينس بيصوت بيقول مين احسن الافكار. من احسن الافكار بيتشكل فريق نهار الجمعه المساء، هذا الفريق بده يشتغل 54 ساعه للاحد المساء. الاحد بده يتقدم امام لجنه حكم لانه ما بقى في تصويت. لجنه الحكم بناء على فورم كمان بعته كوفمان فاونديشن بتقول كيف لازم نقيم المشروع. بيتقدم بروتوتايب اذا بدك، يعني مش البرودكت او السيرفيس اللي اخترعوها بهال 54 ساعه بدها تكون كامله مكمله، ولكن اكيد بده يكون عارف يلي موجود بلجنه الحكم انه هيدي قابله للتحسين والتطوير. وبنختار افضل ثلاثه، اول ثاني ثالث يلي هن جوايزهم ثلاثه، يعني الجائزه الاولى 5000 والجائزه الثانيه 3500 دولار والثالثه 2000 دولار. مش خلصت القصه هون، في كثير ناس ما ربحوا اولى ثانيه ثالثه، هذا حسب المشاريع والكومبيتيشن السابقه اللي صارت معنا. ولكن بدهم يستمروا. دور مركز ريادة الأعمال بجامعة بيروت العربية أنهم يشجعون على الاستمرارية، لأنه مش المهم نربح المسابقة جايزة نقدية، إحنا المهم وهدفنا بالآخر أنه يعمل هالمشروع الخاص تاعه، ما يضل ناطر باب الوظيفة أو يعني يمكن فكرة حتى لو ما نجحت بين أول ثلاثة بس يمكن تنجح بعد المسابقة إذا طبقت بالحياة. طبعاً. أو يعني طبعاً. ما ضروري يكون بس بهالنهار النجاح. لا أبداً، يعني نحن أصلاً مركز زيادة الأعمال بالجامعة هو ليستقبل كل مين عنده فكرة نعم ويقول أنا جاي عبالي أعمل مشروعي الخاص. نعم. نحن علينا التوجيه، كيف بده يمشي بهالفكرة، كيف بده يطبق الفكرة، كيف بده يعمل لها دراسة جدوى، كيف بده يعمل خطة العمل للفكرة، وبالنهاية أكيد كيف بدنا نوصله للجهة الممولة المناسبة لحتى يقدر يبلش بمشروعه. نعم. مش الهدف هي الجوائز والكومبيتيشن، الهدف هو حس الشباب على اول شيء اظهار افكار جديده ما انا موجوده، لانه بتعرف لحتى تكون الفكره ناجحه بده يكون لها سوق، والسوق تبعنا صار مشبع بكل الاشياء سواء كان منتجات ولا كان خدمات، فعندنا كافه المنتجات وكافه الخدمات، يعني لازم يكون الفكره مش ضروري اختراع، ولكن تكون الفكره مميزه شوي بالسوق لحتى تلاقي طلب، لحتى طلب. تلاقي نيدز بالسوق. صح. فنحن هيدا دورنا، وهو من خلال المسابقه بده يعرف يلي ما ربح بده يعرف ليش ما ربح، يعني وانس انه عرف وين الخطا بمشروعه، ليش ما لا ليش الخطا ليه ما ربحه، بده يعرف يصلحه ويكفي، مش بدنا نحبط ونروح نقعد بالبيت ونقول ما بقى بدنا. وين عم بيقعدوا بهال 54 ساعه؟ بالجامعه العربيه. يلا حنحكي هلا كيف قاعدين وكل شيء. خلينا نشوف بس قبل ما نسال ليش الشمال وكيف قاعدين حيكون التلاميذ فوق، خلينا نشوف الكليب اللي عم يمرق كمان على شاشه تلفزيون مستقبل يلي هو الدعايه لهالويك اند هيدا. عنا الجرأة نحلم لنأسس مرحلة جديدة لتحقيق المعجزات. الدليل انه المستحيل هو بس وجهة نظر والصعوبات مجرد وهم. لنطرح افكارنا ونحولها لمشاريع ناجحة. بجامعة بيروت العربية زوروا موقعنا على الانترنت في لبنان.
startupweekend.org وfacebook.com/swnlb. أنا بأبريل 26 رح أكون أنتربرنور. وأنا أنتربرنور. Startup Weekend بالبي إي يو. لكن شفنا هذا الكليب او الدعايه اللي عم تمرق كمان على شاشه تلفزيون مستقبل. سؤال سالت سؤال غيضة وين حيكونوا موجودين التلاميذ وليش نقيتوا الكامبس تبع الشمال؟ نحن قبل عملناها بكامبس الدبية بما انه في ثلاث ايام في يعني اذا بدك خصائص معينه للموقع لحتى نقدر نستضيف طلاب من مدارس وجامعات مختلفه، يعني مش بس طلابنا. بالدبية كان عندنا 150 طالب. نعم. فالدبية بموقعها ومساحتها الكبيرة قدرت تستوعب 150 بارتيسيبانتس يعني مشتركين، لأنه في منامة وفي في أكل وشرب وفي يعني عايش ثلاث أيام عندنا يعني إقامة دائمة. نفس الشيء بشمال، بشمال الموقع ما حقول أحلى كمان، يتمتع بخصائص جيدة من حيث الموقع ومن حيث المساحة يعني. وين بشمال هي والمبنى؟ بشمال علمينا. علمينا ايه موقع كثير كبير وبيستوعب، والسنه اجانا اعداد اكثر مما اجانا بالدبيه على حسب الشمال، يعني ما بعرف يمكن انا لقيت في فرق بين اللي صار بالدبيه واللي صار بالشمال، ما بعرف شو هو، في فاكتور ما عم بلقطه، بس لقيت كثير بوتنشلز عامل، يمكن في حماس للايفنت ما بقى كثير ما تتخيل قد ايه، يعني انا بقول الايفنت اللي عملناه قبل بالدبيه اخذ منا جهد للتسويق للماركتينج لنخبر العالم ونشجعهم ونشجع المدراء جيبوا تلاميذكم وبليز هذه تجربه كثير حلوه، بينما بطرابلس ما لحقنا حطينا الاعلان وخبرنا مدراء المدارس، ما بتصدق البوتنشلز اللي موجوده بالشمال مع انه للاسف بظروف امنيه ويعني سيئه جدا صحيح، ولكن التلاميذ محمسين. يعني انا بذكر ماشي جمعه صار في احداث معينه بالشمال بتلفنوا لي طلاب من جامعه معينه يعني بليز انه عن جد بدكم تاجلوا؟ قلت لها لا نحن لهلا بعد ما اجلنا بليز بس بدنا نتاكد. قلت لها ليه انتم بعدكم بدكم مشاركين؟ يعني قال ايه نحن مسجلين وعم نشتغل على مشروعنا من هلا، عاملين جروب يعني ديجا اسسوا جروب من ايديا وديفلوبر وديزاينر، محمسين مش طبيعي يعني الحماس اللي موجود بالشمال انا ما شفته قبل. او يمكن جايين على الحماس اللي عندك يا انت دكتوره ليلى فانشن. بس والله متابعين عندي. قديش بيستوعب يعني المبنى؟ لهلا صار مسجلين عندنا 150 بارتيسيبانتس بيستوعب اكثر قد ما بدك، بيستوعب المبنى كثير كبير يعني، بس طبعا هذا كله بيتطلب تحضيرات جباره وتحضيرات لانه 150 طالب لحتى يكون الكل راضي بهال 150، نحن بدنا ال 150 اللي جايين لعنا يكونوا راضيين ومبسوطين ويظهروا عن جد بمشروع، وهذا يلي الحمد لله صادفنا بالكومبيتيشن اللي قبل انه لهلا بعد في تلاميذ من مدارس وجامعات غير جامعه بيروت العربيه بعدهم عم يتصلوا فينا، ما ربحوا ولكن عم يشتغلوا على افكارهم وفي وفي تلاميذ ربحوا وعم يعملوا نتائج كثير حلوه بالسوق طبعًا اليوم وعنده طبعًا صار كذا ابلكيشن على الموبايلز، فهذا كمان شيء ملفت للنظر انه هدول ظهروا كمان او كانوا او بينوا بستارت اب ويكند من تنظيم اللي صار بالبيئه. انا نحن بهمنا عامر انه هيدا الحماس يضل بشبابنا لحتى ما نخسرهم. دكتورة ليلى اخر سؤال لانه الوقت بهمنا، وين حيناموا التلاميذ؟ كمان بجامعة بيروت العربية كمان ما يخافوا ما في شيء اون كامبس اكيد ايه لا يعني حتى الوضع الامني ان شاء الله اكيد لا والله عامر بدي اقول لك شغلة، من كم سنة مش من زمان كثير ونحن في حروب على ارضنا صح، لو بدنا نستسلم لكل مناوشات صارت على ارضنا او كل حرب صارت على ارضنا ما كان في لبنان يعني كان اختفى من زمان. الانفستمنت تبعنا بهالشباب هدول اللي عم يطلع منهم كثير ابداعات وعندهم وريادية وعم بينافسوا يعني في كذا شخص لبناني عم بينافس مع برا بظل الامكانيات الضعيفة اللي موجودة بين ايديه. نحن هيدا هدفنا نحمي شبابنا ونخليهم. انا بقول لكم يعطيكم الف عافية وشكرا لكم، ونحن اكيد حنتلاقى بالستارت اب ويكند لانه نحن حيكون عندنا تغطية خاصة لها وحنتعرف كمان اكيد على الفرق الربحاني. بس انا كمان ناطرتك عامر، انت وعدتني انك تكون منتر بال انا حكون موجود اكيد انا حكون موجود حاليا مع التلاميذ كمان لانه نحن غيدا خلال 54 ساعة في عندنا الكوتش والمنترز موجودين عم يساعدوا الطلاب، يعني مش متركين الطلاب يشتغلوا لحالهم بمشروعهم، في عنا دائما اساتذه الجامعه موجودين 24/24 معهم، فعامر كمان مدعو ليكون منتر لانه لا بشرفني عليه خبره عظيمه بالتكنولوجي. عامر بشرفني انا بشكرك دكتوره ليلى دائما وعلى هالثقه هيدي، واكيد انا حكون موجود معكم ودكتوره ليلى كمان هي جادج ومنتر كمان وكوتش، وحيكون في حماس لهالنهار هذا، وانا اصريت انه نام مع التلاميذ لانه جعبل ضلني معهم طول الوقت اشوف اصري نام مع التلاميذ انه تنام وقت اللي بيكونوا التلاميذ. ميرا فيك تنامي مرتاحه.
لا اثنين مطرح ما التلاميذ نايمين. مطرح ما التلاميذ لأنه ستاف انه اخذنا لهم مطرح ثاني لحتى يناموا فيه، يعني كونهم ستاف بدهم يرتاحوا، الشباب حيضلوا يشتغلوا كل الليل، بس عامر قال لا انا ما بدي اكون مع ستاف، بدي اكون مع تلاميذ نايمين. بدي اكون مع تلاميذ. دكتور ليلى اهلا وسهلا فيك دائما، ان شاء الله بيكون اكيد عندنا لقاء لما بيخلص الستارت اب ويكند وبنرجع بنعرف مين هن الفائزين والاشخاص اللي راح يقدروا اكيد يرجعوا يحققوا بروجكتس تبعهم على الارض. شكرا كثير لك، اهلا وسهلا فيك.